فضائي الخاص للتعبير المباشر. الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة 7 سبتمبر 2024. التعبير المباشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتور هشام تواتي، ممثل المترشح حساني شريف عبد العالي. في هذه السانحة سوف أتحدث على تنمية المناطق الحدودية. يرى برنامج السيد حساني شريف عبد العالي برنامج فرصة أن أحسن حال المناطق الحدودية هي أن تكون آهلة بالسكان، وهذا يستلزم أن تكون مناطق فيها تنمية متطورة. برنامجنا فرصة داير حساب للحفاظ على التجمعات السكانية بل وزيادتها، وهذا راح يكون عن طريق توفير مرافق تساعد على العيش الكريم، من تدعيم لحصص السكن وأيضا المرافق العمومية المرافقة للسكان من مراكز صحية ومستشفيات متطورة، محطات خدمات، مراكز الحماية المدنية، خاصة هذه المرافق الضرورية جدا لسكان المناطق الحدودية بحكم بعدهم على مراكز المدينة وعلى الدوائر والمراكز الولايات، مع باقي المؤسسات طبعا الضرورية مثل المدارس، المتوسطات، الثانويات، البنوك، البريد وغيرها من المؤسسات. برنامج فرصة يرى أن أهم شيء للمناطق الحدودية هو تفعيل اتفاقيات الثنائية بين الدول المتجاورة، وكذلك اتفاقيات التوأمة بين الولايات المتجاورة. لا نكتفي بالعمل على المستوى المركزي بل أيضا على المستوى اللامركزي، لأن على المستوى المركزي بقيت هذه الاتفاقيات حبر على ورق الاستهلاك الإعلامي فقط، بينما على المستوى اللامركزي نستطيع إشراك سكان وإطارات وشبان هذه المناطق في العملية التنموية واقتراح حلول جذرية لمشاكلهم. فتح معابر جديدة لتسهيل حركة الأفراد وكذلك السلع وخلق حركة اقتصادية، وذلك عبر تفعيل مناطق التبادل الحر في المناطق الحدودية، إعطاء رخص موانئ جافة، إنجاز أسواق، شبكة طرقات وكذلك سكك حديدية تربط هذه المناطق بباقي الوطن وكذلك بدول الجوار. من هذه المناطق امتيازات جمركية وضريبية لتشجيع الاستثمار في هذه المناطق، الاستثمار المحلي وأيضا الاستثمار الأجنبي، مع دعم تخصص الاقتصادي لهذه المناطق، خاصة أن كثير من المناطق تمتاز بتخصصات معينة فلاحية أو تجارية، رعوية، صناعية، سياحية. برنامج فرصة سوف يعمل على دعم هذه التخصصات، وبهذا يتمكن برنامج فرصة من إخراج المناطق الحدودية من مناطق التنمية التقليدية الغير عادلة والتي لا تحقق مبدأ تكافؤ الفرص مع باقي المناطق، إلى منطقة خلق الثروة والمساهمة في الاقتصاد الوطني. المناطق الحدودية تعاني أيضا التضييق في الكثير على الكثير من النشاطات بسبب المشاكل التي يفرضها التهريب على هذه المناطق، مثل تراخيص نقل نقل المواشي أو الأسمدة، الأدوية الفلاحية، تراخيص حفر الأبار وغيرها. برنامجنا فرصة يحمل الحلول المناسبة لمثل هذه المشاكل التي يعاني منها أهلنا في المناطق الحدودية. الكثير من المناطق الحدودية تعتمد على الرعي، وخاصة الجزائر أغلب مناطقها الحدودية تقع في الجنوب وفي المناطق الصحراوية والتي تمتاز بأنها مناطق رعوية لتربية الأغنام والإبل. ومع انحصار مساحات الرعي بسبب الجفاف وأيضا ترك الكثير من العائلات لهذه المهن بسبب الإهمال التنموي وعدم توفر الإمكانات من كهرباء ومواصلات وغيرها، رأت هذه العائلات أن تعتزل هذه المهن. برنامج فرصة يرى منح هذه العائلات ولأبنائهم محيطات فلاحية وأخرى رعوية للتربية العصرية لهذه المواشي، إذ يعتبر برنامج فرصة أن الثروة الحيوانية المتواجدة في ربوع الوطن هي ثروة اقتصادية وطنية لا يجب التنازل عنها لأي سبب من الأسباب، ولهذا
سيوفر برنامج فرصة بإذن الله الحلول المناسبة لسكان هذه المناطق الحدودية ولأبنائهم من أجل تحقيق العيش الكريم. وفي النهاية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم البروفيسور يدو محمد، ممثل عن المترشح الحر تبون عبد المجيد. طبعا عندما نتكلم عن المترشح عبد المجيد تبون يجب أن نتكلم عن الفترة التي تقلد فيها السلطة. إن الحديث عن المقارنة المالية للبرنامج الطموح للمترشح عبد المجيد تبون يقودنا إلى الحديث عن ما تم إنجازه في العهدة السابقة لكونه يتعلق الأمر باستراتيجية بناء. طبعا إن المتتبع لمسار العهدة السابقة يتجلى أن المترشح قد تقلد زمام السلطة وهو في والاقتصاد في وضع جد حرج، لا سيما على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الوطني، وكان الاقتصاد الوطني أنذاك يمتاز بهشاشة كبيرة، وما زاد من هشاشته هو أزمة كوفيد 2019 ومن جر عنها من أزمات. الأمر الذي دفع بالمترشح الحر عبد المجيد تبون إلى اتخاذ إجراءات استعجالية بوضع خطة استراتيجية كفيلة بإنعاش الاقتصاد الجزائري من خلال مخطط الإنعاش الاقتصادي الجديد الذي لأول مرة منذ الاستقلال بني على مقاربة اقتصادية حقيقية مبدأها تشجيع الاستثمار الخالق للقيمة من أجل التوجه نحو إقلاع اقتصادي حقيقي كفيل بتحقيق تنويع اقتصادي. طبعا وللحد من التبعية للمحروقات قد اتخذ جملة من الإصلاحات، من بينها القانون الاستثمار الجديد 22-18 الذي ولأول مرة وضع رزنامة ووضع نظاما تحفيزيا يختلف باختلاف الأنظمة، سواء النظام القطاعي أو النظام حسب الأقاليم أو نظام الاستثمارات الموسعة الاقتصادية. هذا الذي دفع به إصلاحات أخرى مست القطاع المالي. طبعا القطاع المالي هو العصب الرئيسي لدفع الحركية الاقتصادية ومن ثم التنمية الاقتصادية، لذلك أولاه المترشح في عهدته السابقة وفي برنامجه الطموح المقترح عليكم الآن من خلال عصرنة المنظومة المصرفية، من خلال إعادة النظر في قانون النقد والقرض من خلال إصداره للقانون 23-09 والذي أكد على العديد من الإصلاحات على رأسها المرونة المصرفية، على رأسها عمليات الاستثمار، تحرير رؤوس الأموال، كذلك ما يتعلق بمكاتب الصرف. والنقطة الجوهرية التي يجب الإشارة إليها كذلك هو أنه فعل ما يسمى بالصرافة الإسلامية من خلال أنها أصبحت لها موقع أساسي في النظام المالي على مستوى الجزائر، وبالتالي هذا دفع بالمترشح في عهدته السابقة إلى تعزيز هذه المكتسبات عن طريق ما يسمى بتعزيز النظام التكافلي من خلال إنشاء مؤسستين عموميتين تتكفلان بذلك. كذلك النظام المالي عرف حركية كبيرة من خلال تحرير رؤوس الأموال المتعلقة بالبنوك التجارية العمومية، إضافة إلى ذلك أولى أهمية لتمويل المشاريع المبتكرة من قبل
الشباب وأنشأ في هذا المضمار ما يتعلق بالصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة الداعم للأفكار المبتكرة من قبل الشباب على مختلف مستوياته، لا سيما ما تعلق بالجامعات وحاضنات الأعمال وما إلى ذلك. طبعا عصرنة النظام المالي مهم جدا لما له دور في دفع الحركية الاقتصادية وزيادة الجاذبية الاستثمارية، وهو رهان يعمل عليه المترشح الحر عبد المجيد تبون خلال عهدته المقبلة إن شاء الله إن منحتموه ثقتكم المطلقة، وهذا من خلال العمل على رفع وزيادة ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي إلى ما يفوق 400 مليار دولار، كذلك العمل على بلوغ ما يتعلق بما قيمته 15 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات في غضون 2015، وكذلك 30 مليار كصادرات خارج المحروقات لسنة 2030. الإشارة الأخرى لأول مرة كذلك أن النظام المالي عرف تدويلا من خلال الدبلوماسية الاقتصادية المالية التي عرفتها العهد السابق والتي كرسها البرنامج المقترح عليكم الآن، والذي دفع بكون أننا نعمل على فتح مجال للبنوك في الخارج. طبعا حان الوقت الآن لنمد أيدينا ونمسك بأيدينا من أجل المحافظة على الجزائر المنتصرة من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر ومنحنا ثقتنا المطلقة لمترشحنا المترشح الحر عبد المجيد تبون. شاكرا لكم إصغاءكم وشكرا. أخواتي إخواني المواطنين السلام عليكم. الزلف اللون، أنا طرمول الربع ممثل مترشح حزب جبهة القوى الاشتراكية سيد يوسف أوشيش بصفتي أستاذ باحث جامعي لدي كامل القناعة أن البرنامج المقدم من طرف سيد أوشيش واقعي لا سيما في شقه الاقتصادي المستمد من دراسات أكاديمية ويستحق كل الدعم لكي يطبق في الميدان. البرنامج الاقتصادي رؤية الذي يقترحه السيد أوشيش يأخذ بعين الاعتبار كامل خصوصيات الاقتصاد الوطني ويقدم اقتراحات كاملة ومتكاملة على المدى القصير المتوسط والبعيد قصد تدعيم المكتسبات الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية من القطاع المحروقات، أي الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد منتج على المدى القصير. برنامج رؤية يسعى إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين، تدعيم القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل. في هذا الصدد برنامج رؤية يقدم عدة اقتراحات، منها تضعيف الأجر الوطني الأدنى، إدراج الأجر الوطني المضمون وغيرها، مسعى يمكن تحقيقه بفضل إعادة النظر في آليات توزيع الدخل الوطني، وعلى سبيل المثال تخفيف عبء الضريبة على أجر العمال والضريبة على القيمة المضافة واستحداث نظام الضريبة المتعلق برأس المال، إدراج ضريبة على الثروة، توسيع قاعدة الضريبة لتشمل تدريجيا أنشطة الاقتصاد الموازي، تقوية دور الدولة في ضبط السوق للولوج إلى استقرار الأسعار مع تحديث سلعة المنتجات ضرورية لحياة المواطن، مص الكتلة النقدية الزائدة في السوق، تسريع رقمنة إدارات العمومية يسمح للخزينة العمومية من ادخار على مصاريفها. على المدى المتوسط يهدف برنامج رؤية إلى تطوير وتنويع قاعدة صناعة تحويلية، هذه الصناعات بفضل إنتاجيتها المرتفعة بالمقارنة مع القطاعات الأخرى تسمح بخلق ثروة بتثمين موارد القطاعات الأخرى بالأخص القطاع الزراعي والمناجم التي تمثل سوقا لهم، تخلق أكبر عدد من مناصب شغل دائمة وبأجر مرتفع مقارنة مع أجور القطاعات الأخرى، لا تستوجب تكنولوجيا متطورة وفيها الكثير من الابتكارات، استعمال الابتكارات هذه الصناعات في القطاعات الأخرى يؤدي إلى رفع إنتاجيتها وبالتالي رفع الأجور والأرباح، مما يؤدي بتوجه رؤوس الأموال إلى تلك القطاعات بالأخص الزراعية والخدمات. لتطوير الصناعات التحويلية برنامج رؤية يقترح أن تمنح للاستثمارات هذه امتيازات تتجاوز الامتياز
المتاحة في قانون الاستثمار، إعطاء الأفضلية لهم عند توزيع العقار الصناعي الجديد ووضع تصرفهم القطاع العقار الصناعي القديم الذي لم يعد يستغل من طرف وحدات الشركات الوطنية المنحلة، منح لهم قروض بدون فائدة وبجزء ممول من طرف الدولة، وبالمقابل إلزام هذه المؤسسات إلى إنشاء قسم أو مصلحة للبحث ولتشجيعها للابتكار، تتكفل الدولة بكل مصاريف البحث التي تنتج ابتكار مما يدعم قدراتها في التصدير. مع التطوير التدريجي للصناعات التحويلية تخلق مناصب شغل في كل القطاعات مما يؤدي إلى تنويع وتوسيع الطلب إلى المنتجات الصناعية المتطورة غير المنتجات القاعدية. هذا الطلب يؤدي إلى توجه رؤوس الأموال إلى الصناعات المتطورة بتجسيد برنامج رؤية يجعل اقتصادنا مبني على المدى المتوسط على صناعات تحويلية متنوعة، قطاع زراعي وخدمات ذو إنتاجية عالية، وقاعدة لصناعات التكنولوجيا المتطورة الواجب تطويرها وتنويعها على المدى الطويل بإرساء نظام وطني للابتكار وإصلاح نظام التربوي والتعليمي تماشيا مع هذه الرؤية. أخواتي إخواني المواطنين، استسمحكم لعدم تطرقي إلى تفاصيل وجزئيات البرنامج نظرا لضيق الوقت. قدمت لكم الخطوط العريضة للبرنامج الاقتصادي التي تبرهن أن رؤية هي حقيقة رؤية متجانسة ومتكاملة إن جسدت في الأرض الواقع تمكننا من تنوع الاقتصاد الوطني، من التحكم التكنولوجي، خلق مناصب شغل دائمة وراقية، التخلص من التبعية الاقتصادية، تحقيق السيادة الغذائية، تحقيق الأمن الطاقوي والصحي، وبالتالي تحسين ظروف معيشة المواطن ورفاهيته بصفة دائمة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، عاشت الجزائر في ازدهار ورقي على مدى الزمن. السلام عليكم. تنمرت.